جو، بداية ما نقول لك ألف مبروك على أغنيتك الجديدة يا ليلي عين. خبرنا اليوم شو الرسالة يلي حبيت توجهها من هيدا العمل يلي حسيناه شوي مختلف عن الأعمال يلي أطلقتها سابقا. أول شيء بدي أشكرك وأشكر كل متابعينا فوشيا. العمل هو عمل صيفي، أغنية راقصة، يمكن هي ستيلة أجنبي حتى ستيلة غريب وجديد علي، بس حبيت أنا يعني أعمل شوي هيك، أعمل ستيل جديد. طب اليوم مين نصحه لجو إنه لازم يعتمد هيك نهج جديد، حتى يمكن أنت صار التارجت تبعك بطل الدول العربية، كأنه شايفين الأغنية هيك شوي فيها روك؟ لا يعني هي الـ 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 الأغنية هي أغنية راقصة، وفي كتير أغاني يعني يمكن تشبهها، بس يمكن جديدة علي يعني ما بعرف، بس إنه حسيت إنه الميوزك شوي حماسية وصيفية، وحلو إنه الفنان يكون يعني يغني أكثر من لون أكثر من ستايل، وفي ناس كتير بتحب نوع هيدا الميوزك يعني وهيدي النوعية من الأغاني. طب جو، هلا اليوم بدي يقولوا انت صور، انت ما صورت فيديو كليب، يمكن عم توفر مصاري اليوم جو رعد وضعه المادي مشكل هالقد عشان هيك عملت كرتونز؟ هيدا بيكلف اكثر من تصوير الكليب. لا ابدا، هيك اعمال بتكلف اكثر من انك تصوري فيديو كليب. طب بعدين يعني طبعا موضة الكليب صارت اولد، يعني حتى الفنانين الكبار والاجانب بيعتمدوا ايام على الانيميشن، وبيعتمدوا على طرق جديدة لجذب وتقديم الجديد لجمهوره. طب جو، اليوم انت عم تشتغل على صوتك، بس عم نشوف بهذا العمل انه انت عم بتصرخ. اليوم يمكن في اشخاص كانوا منعجبين بصوتك، يمكن اليوم يمكن يتبدل رأيهم بس يسمعوك عم بتصرخ بهذه الطريقة. الاغنية منه صريخ، هي هيدا الروك، هو هيدا الستايل هيك بيغنوا. كيف لما تغني انا كنت ماشي على الطريقة في هذا ستايل صريخ، ها 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 ها، يعني عرفتي هذا ستايل مغنى جديد مش أكتر، ومش أنا اللي ابتكرته، مش أنا أول حدا مغني أبدا. يمكن ما تعودنا عليه نسمعه كتير بالعالم العربي يمكن. طب جول، شو الرسالة اللي بتوجهها للأشخاص يمكن بده يعتبروا أنه بالعمل بس ينسمع أنه في بعض الإيحاءات الجنسية؟ اليوم شو بتقول لهؤلاء الأشخاص؟ كيف بدك تدافع عن حالك؟ ما بدي دافع، لأنه أصلاً ما لا أنا اعتمدت ولا الأغنية فيها أحد جنسية. كل واحد بفترة مثل ما هو حابب بفترة، بس أنا بحياتي لا ببدايتي ولا هلا ولا بالمستقبل أنا اتجهت لهيدا الخط اللي حقت أبداً. مش مضبوط الحكي، هي أغنية راقصة وفرحة مش أكثر من هيك، وأشياء بتصير يعني بسيطة، عرفتي كيف؟ طلحات ممكن يقولوها الشباب، ممكن يقولها الإنسان العادي. طب جو، يعني أنت اليوم مرتاح ضميرياً عم بتقول إنه ما في إيحاءات جنسية، هيدا حطيته بالتابلو وتعبت وهودي الأمور، هو ما فيهم إيحاءات جنسية. يعني ليش ما في حدا بيحط تليفونه أيام بالتابلو أو بيحطه بالشارجر وهو عم بيسوق السيارة؟ ما بعرف يعني، لا مش هالقد يعني، هاو الكلام هاو الأشياء كلها تنقول حطيت تليفوني بالشارجر جيب لي اياه من التابلو، يعني هيدا اشي عادي، لا مش هالقد يعني. طب اليوم اللي بشوفك اللي انت بالانيميشن كيف شكلك، بقول يا عم جو مبين شوي مغير، هل انت اليوم خاضع لشي عملية تجميل، او هيدا اللي انت الكاركتر حبيت يكبروا الشفاف ويطولوا الشعرات، لان لنا فترة مش شايفينك؟ ابدا ابدا، انا انسان طبيعي، ليش بدي لا لا لانه شفنا في تركيز كتير على موضوع تكبير الشفاف. وهي ضل انت اهضم حدا ابدا ابدا، هنن اللي عملوا الفكره اخب يعني، هنن دائما لما يرسموا بيعملوا شيء زياده اوفر او بيعملوا اشياء هي يعني فاني اكثر من ما انه، وحتى البنات سكسي كتير، حتى جوك البنات كتير سكسي بال يعني هلا لما نشوف كليبات عربيه ولا لبنانيه ولا اجنبيه بيجيبوا بنت بشعه ولا بيجيبوها سكسي بالدعايات يعني؟ لا سكسي بيجيبوها. طيب خلاص يعني ما شو فرقت يعني، هي هن يعني دائما البنات، المهم ما في عري اوكي، لكن اذا البنات سكسي يعني
عادي، ما في شيء جديد بالموضوع. اليوم جو انت يعني رح تعودنا على جنونك بالأعمال الفنية اليوم، يعني انت هيدا الخط رح تمشي فيه وتبقى. ابدا انا عملت بس للتغيير مش اكتر، وانا هلا عم حضر الالبوم الخليجي واللي بينضم اغاني خليجيه سعوديه واغاني عراقيه، وعم نحضر لعمل مصري كمان. ها هاي لالك كمان تكون في عمل مصري ان شاء الله قريبا حينزل،